مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنعمل خبز كتير هو روعة وجديد من حبوب الشيلم أو حبوب الجودار، يمكن أول مرة تسمعوا فيه، وكتير مناسب لمرضى السكر وضغط الدم. يلا الوصف. أنواع الحبوب: هذا حبوب الشيلم أو الجودار، كتير هو مفيد وكتير هو روعة، وهذا هو القمح، هذا حبوب القمح. القمح يختلف عن الشعير، وهذا هو الشعير، ممكن نجيبه مع القشرة تبعته إذا متوفر عندكم. من الممكن استخدام أكثر من نوع أو نوع واحد حسب ذوقكم، ولكن أنا هعمل أكثر من نوع. هعمل ممكن شراء الدقيق يكون جاهز، يعني اشتري جاهز. شايفين كيف أكثر من نوع أنا طحنت، أنتم ممكن تطحنوا نوع واحد، كتير هو روعة. نص كيلو من دقيق الحبوب الكاملة، 3 كوب ونص، ملح نص معلقة صغيرة أو حسب الذوق، خميرة معلقة كبيرة 15 جرام، أو يمكن صنع الخميرة الطبيعية بالبيت، وأنا حوضع الرابط تحت في صندوق الوصف الخميرة البلدية الطبيعية. بنحرك المكونات مع بعض. ماء دافئ 2 كوب أو حسب الحاجة. بنعجن جيد، ممكن نعجن بالإيد حسب أنتو شو بدكم. ممكن نعجن مثل هيك تكون. ممكن نوضع البذور، هو اختيار البذور، ولكن بتزيد القيمة الغذائية للخبز. يعني أوضع حبوب، شو معنكم حبوب سمسم، حب البركة، تشيا، بذور، أي نوع بذور ممكن نضيف. نوضع ورق الزبدة أو أي نوع أو أي بديل. ممكن نوضع دهون مع قليل من الدقيق. يجب ملء نصف الحاوية منشان حيخمر معنا. نفردها جيد. نوضع بذور الأعلى، أيضا هو اختياري ولكن القيمة الغذائية بتزيد. نضغط عليه شوية منشان يمسك مع العجنة. هيك بنغلق الحاوية وبنتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. المدة مش مشكلة، المدة المهم يتضاعف حجمها حسب حرارة البيت. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية. بنوضعها بالرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. وهذه هي المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة. بعد 30 دقيقة بنطفي النار والباب مغلق، وبنخلي الخبز يبرد داخل الفرن. هيك بعد، يعني ما برد معي كتير، أنا بعد تقريبا ربع ساعة لسه سخن شوية، ولكن أنتو خلوه في داخل الفرن يبرد تماما والباب مغلق. اغلقوا الحرارة وخلوه في الفرن حتى يبرد تماما داخل الفرن. هيك هذا هو شكله، كتير هو روعة مميز، ولكن أنتو خلوه يبرد. أنا عملته سخن شوية، كل ما برد كل ما كان أفضل. كتير هو صحي وكتير هو روعة. كتير هو روعة ومميز. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.